السلام عليكم ورحمة الله، معكم معتصم من قناة تقنية الاندرويد. في موضوع اليوم هنتطرق إلى شرح ثلاث تطبيقات هي من التطبيقات الجميلة بالإمكانيات العالية الممكن تقدر تستفيد منها استفادة قصوى في الهاتف، وخصوصا التطبيق الثاني والثالث. طبعا ديل تطبيقات بإمكانيات عالية، وثلاث تطبيقات هي تطبيقات مجانية هتحصل على رابط تحميلهم أسفل الفيديو برابط مباشر بمشيئة الله. إذا حاب الفكرة وحاب إنك تجرب ميزة البرنامج في الهاتف، أتمنى إنك تشاهد الموضوع إلى النهاية عشان نقدر نوصل فكرة البرنامج في الهاتف. وإذا كان تقنية لأول مرة فيها الغنى، نتمنى منك تدعمنا بالاشتراك أو عمل لايك أو تعليق سلبي إيجابي، برضو بحفزنا إلى الاستمرار إلى الأمام. فاصل صغير ونمشي لموضوعنا اليوم. التطبيق الاول هو تطبيق فاسولا، طبعا هو من التطبيقات الجديده الممكن من خلاله تقدر تحصل على مرئيات في الحواف للشاشه، اذا كان من اليمين او من الشمال او في الاعلى او في الوسط زي ما شايفين امامنا، مدينا اشكال جميله. ممكن من خلاله برضه تتحكم اذا كان في الالوان، اذا كان ممكن تتحكم في العرض او في السمك او في الطول حسب الشكل اللي انت محتاج له. زي ما شايفين امامنا اخترنا على سبيل المثال الشكل ده، ما علينا الا نعمل كليك في الايقونه العامله زي مفتاح الباور، ومن خلال ممكن ان اتحصل على الشكل. على سبيل المثال ممكن نختار زي ما شايفين دي الاشكال الممكن تقدر تحصل عليها بكل سهوله اذا كان من اليمين او من الشمال حسب الرغبه زي ما شايفين امامنا. وممكن هنا في الاسفل هنا زي ما شايفين امامنا مدينا الايقونة بالنسبه لي الالوان، ممكن تغير الالوان زي ما ذكرت لكم بالوان متراكبه مع بعض. بجد هو تطبيق جميل جدا، وتطبيقه مجاني، رابط تحميله حيكون اسفل الفيديو برابط مباشر بمشيئه الله. بنمشي نشوف التطبيق الثاني. التطبيق الثاني هو تطبيق تول بوكس، يعني من التطبيقات الجميله جدا الممكن من خلاله تقدر تتحصل على التطبيقات اللي بتستخدمها بشكل يومي في الشاشه في الخارج بدون البحث في درج التطبيقات. ما علينا الا نمشي للخيار الاول نعمل له منح الصلاحيه بالنسبه للتطبيق في الهاتف. بنرجع الى الخلف زي ما شايفين امامنا ظهرت على يدنا الشمال ايقونه، بنمشي للخيار الثاني. طبعا ممكن يعني تختار التطبيقات اللي بتستخدمها بشكل يومي. طبعا هنا هعمل تفعيل بالنسبه للتطبيقات بشكل عشوائي، ولك حريه الاختيار بالنسبه لي التطبيقات الموجوده عندك في الهاتف. زي ما شايفين هنا عندنا الضغط في الايقونه زي ما شايفين هنا قدرنا تحصلنا على التطبيقات. بنرجع من التطبيق خالص زي ما شايفين هنا ادي الايقونه، ممكن تعملها باليمين، تعملها بالشمال، تعملها في وسط الشاشه بالنسبه للهاتف الخاص بك. وعند الضغط بالنسبه للايقونه ممكن تحصل على التطبيقات اللي انت بتستخدمها بشكل يومي. وعند الضغط مطول ممكن تعمل لها تعديل بالنسبه للاشكال الموجوده عندك في البرنامج. هنا طبعا في الاسفل خالص زي ما شايفين هنا مدينا بعض الخيارات اذا كان تغيير بالنسبه ل اشكال التطبيقات، اذا كان بتملك بعض التطبيقات بالنسبه لتغيير الايقونات التطبيقات الموجوده عندك. زي ما شايفين هنا اتغير عندنا شكل التطبيقات اللي احنا اخترناه. هنا برضو في الاسفل هنا برضو ممكن تعمل تغيير بالنسبه للكولور المهم حسب اللون اللي انت محتاج له. وهنا برضو ممكن تغير الايقونه نفسها اذا كان بصوره موجوده عندك في الجاليري الخاص بك، او ممكن تعملها بشكل في عباره عن ايقونه التطبيق. زي ما شايفين ممكن نختار اي لون من التطبيقات، على سبيل المثال نحن نختار الشكل ده، بنعمل لها موافق. زي ما شايفين نطلع من الخارج زي ما شايفين ظهر عندنا الشكل اللي احنا اخترناه. طبعا طبعا حسب الرغبه بالنسبه لتغيير الشكل الايقونه. بجد هو برنامج جميل جدا، وبرنامج مساعد وبيه العديد من الامكانيات الممكن تقدر تستفيد منها استفاده قصوى بالنسبه للاستخدام في الهاتف. والتطبيق طبعا بيجد هو العديد من النسخ، وان احنا حاليا بنستخدم النسخه البرو. رابط تعميله هيكون اسفل الفيديو برابط مباشر بمشيئه الله. بنمشي للتطبيق الثالث والاخير. التطبيق الثالث زي ما شايفين هنا والتر فولم، طبعا من التطبيقات الجميله جدا عند التفعيل لاول مره في علامه ستار. طبعا زي ما شايفين هنا بنمشي للخيار هنا بنقدم نمنح الصلاحيه بالنسبه للبرنامج، والبرنامج طبعا ما بيحتاج الى صلاحيات الروت في الهاتف. عند التفعيل لاول مره زي ما شايفين هنا ظهر عندنا شكل جميل بالنسبه لشريط الاعلام، بالنسبه للاصوات اذا كان من اصوات الميوزك، من اصوات التنبيهات، من اصوات الرسائل. يعني بجد هو برنامج جميل جدا، هو بيقول العديد من الاشكال ممكن تتحصل عليها بكل سهوله من البرنامج. هو برنامج بيوجد فيه العديد من النسخ، وانا هنا بنتكلم عن نسخه البرو. رابط تحميل هيكون اسفل الفيديو برابط مباشر بمشيئه الله. والبرنامج
برضه بيتيح لنا الامكانيه ممكن نعمله باليمين بنكوة نعمله بالشمال، وفي نفس الوقت ممكن نتحكم في الطول في العرض في السنكل. بالنسبه لي البرنامج هنا ممكن برضه نضيف بعض الاضافات بالنسبه لي الاتصال بالنسبه لي السيستم نفسه. وهنا برضه مدينا الالوان اذا كان حابين نعملها بالوان ثابته الوان متراكبه مع بعض حسب الشكل اللي احنا محتاجين له، زي ما شايفين هنا بنعمل له قبل زي ما شايفين هنا بكل سهوله نقدر نتحصل على الوان متراكبه مع بعض. خلونا بس نختار الشكل يكون عريض شويه، بنمشي للاشكال الموجوده زي ما شايفين هنا اخترنا الشكل ده، وزي ما شايفين هنا اخترنا الشكل وبالوان متراكبه. وزي ما ذكرت لكم هنا التطبيق هو يعني تطبيق جميل جدا وبكل سهوله ممكن تتحصل على شكل جميل جدا بالنسبه لشريط الاعلام بالنسبه للاصوات اذا كان من الميوزك اذا كان من السيستم نفسه بكل سهوله في البرنامج. والبرنامج مفتوح زي ما ذكرت لكم، بنتكلم عن نسخه البرو، رابط تحميل هيكون اسفل الفيديو برابط مباشر بمشيئه الله. ده كله ما في الموضوع بالنسبه للبرنامج الثلاثه، واتمنى انك تجربوا البرنامج يكون يعني، واتمنى برضو يكون الدرس عجبكم. وبرضو لا تنسوا تدعمونا بالاشتراك او عمل لايك او تعليق سلبي ايجابي برضو بحفزنا الى الاستمرار الى الامام، ونشوفكم في امان الله.